ياسر رضوان جناح الأهلي الطائر. ياسر رضوان لاعب ولد نجما كبيرا، صال وجال خلال مسيرته في الملاعب، حيث بدأ حياته الكروية على مستوى الأندية بشكل متأخر لانضمامه لصفوف مركز شباب قريته بقطارس في دوري المدارس، قبل أن ينضم لصفوف بلدية المحلة كلاعب في قطاع الناشئين في سن 16 لمدة موسمين، ليتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالبلدية عام 1991 لمدة 6 سنوات، وخاض مع الفريق منافسات بطولة الدوري الممتاز. ومع بزوغ نجمه بشدة، سافر ياسر لخوض رحلة احترافية بالدوري الألماني لمدة 5 مواسم مرتديا فريق هانزا روستوك حتى عام 2002، وعقب الاحتراف عاد رضوان لصفوف النادي الأهلي لمدة 2 موسمين ليحصد خلالهما بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، قبل أن يعود مجددا لبلدية المحلة في تجربة استمرت لعامين. شارك رضوان خلال مشواره بالمستطيل الأخضر في 4 بطولات إفريقية أعوام 96 و98 و2000 و2002 مع منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة الأمم الإفريقية عام 96. واتعملت واحدة طويلة ويلا ياسر ياسر رضوان وخد ياسر على جوه يلا ياسر الهدف الرابع ياسر رضوان. ومثل مصر في منتخب إفريقيا عام 97 ولعب مع الفراعنة في كأس القارات بالمكسيك عام 99. اختتم ياسر رضوان مشواره مع الساحرة المستديرة بقميص فريق الأولمبي السكندري عام 2007 في تجربة قصيرة استمرت ل6 أشهر في سن 35. عقب اعتزاله لكرة القدم عمل بالتدريب في النادي الأهلي كمدير لفرع أكاديمية بلبيس في الشرقية، ثم بمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة ثم فريق 18 سنة، وحصل معه على بطولة الجمهورية. كما عمل رضوان مديرا فنيا في ناشئين الأهلي تحت 19 عاما، ثم مدربا بالفريق الأول للأهلي تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي في مايو 2012، والذي أعقبه التعاقد مع مانويل جوزي في نفس الموسم، ثم تولى نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. انتقل للعمل بعد ذلك كمدير فني لفريق نبروب بدور القسم الثاني، ورحل عقب أحداث استاد بورسعيد ليسافر للعمل كمدرب مع فريق النصر الليبي، ثم مدير فني لمنتخب مصر للشباب. برحب بحضراتكم من جديد في استوديو السادسة. الحقيقة ضيفي النهاردة واحد من اللعيبة المميزة دوليا مع المنتخب ومحليا مع النادي الأهلي، صاحب رحلة احتراف مميزة جدا. ضيفي النهاردة واحد من اللعيبة المميزة اللي كان سبب بسعادة جماهير الأهلي، الحقيقة كان نفسها أنه ينضم للنادي قبل كده بكتير، لدرجة أنه لما انتقل للأهلي هتفوله في المدرجات في أول مباراة لي مع الفريق. ياسر رضوان فينك من زوان؟